عندي بالمزرعة أبو سليمان 5 أنواع من التين. عندي الأسباني، وعندي يا طلبة والسلامة نوع جبتها من عندنا من الحمادة، من حمادة الغاط، وعندي نوع ثالث جبته من حاي العسلي، وعندي الرابع حقك حق العبيد، وعندي الخامس جايبينه من مكة، نوعي أسود، لونه أسود، لكن شهادة حق مثل التين اللي عندك ما بعد مر علي. بالنسبة أنا زرعته كله مكشوف طبعا، وكله على زراعة مكشوفة من غير محمي، كله بعز الصيف العام الماضي، أو تقريبا 3 أنواع منه بعز الصيف، إذا اشتد عندنا الحر نامت أوراقه، صار مثل إذان الفيلة. والتين حقك لا بالعكس، كأنه يقول صورني. وانتاجه إلى الأسبوع الماضي وحنا نقلم آكل منه، صح ما هو بمثل حلاوته وطراوته وقت انتاجه اللي هو قبل البرد قبل الشتاء، لكن ما زال وانت تدور بين الشجر تلقى فردات حلوة. الله يوفقنا وياك ويجزاك خير على هذا.